فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فمن صفات المغضوب عليهم وهم اليهود من صفاتهم الاختلاف فيما بينهم، لا عن جهل وإنما عن هوى، فإن الله آتاهم خير الدنيا والآخرة وأنعم عليهم، خصهم بين العالمين بما آتاهم من التوراة، وبعث إليهم نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم العلم، ولكنهم تركوا العلم وأخذوا بالأهواء والتفرق. فالله جل وعلا لما بين هذا نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسلكوا مسلك بني إسرائيل فيتركوا العلم الذي أعطاهم الله إياه في القرآن والسنة، ويتفرقوا تبعا لأهوائهم ورغباتهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهم استبدلوا العلم بالجهل، لا يعلمون، فكأنهم لا يعلمون، ولم يصل إليهم علم، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وعما جاء به نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. والذي حملهم على هذا بغي بعضهم على بعض وتعدي بعضهم على بعض والبغض الذي انتشر بينهم، فكل لا يتبع الآخر، والجميع لا يتبعون شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو تبعوا شرع الله لرجعوا في خلافهم إليه وأنهوا خلافهم ولم يستمروا على الخلاف، لأن الله لا يرضى لعباده الخلاف والاختلاف، وإنما يرضى لهم الجماعة ويرضى لهم وحدة الكلمة على الحق